يعني كذا اخ من كل الفصائل والطاعمين عليه. من باب اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. في انا الشيخ ابو اسامه والشيخ ابو نذير، وكان من المفروض اني الشيخ الدكتور ابو عمان ان شاء الله، من باب وحرض المؤمنين ان شاء الله، مشان ما ننسى شو عمل فينا النظام المجرم، وشو عمل فينا بالمجازر اللي عملها بهي المنطقه وغيرها. مشان ضل متذكرين اخواننا بحلب، واخواننا بادلب، واخواننا بالغوطه اللي عم يتعرفوا. اخوان الثوار الاعلاميين، اي اخ حابب يوجه رساله او نداء، بارك الله تعالى فيكم اجمعين. بعد ما نسمع ان شاء الله انشوده من شريف وخبي، غفور رحيم ودود، فربي غفور رحيم ودود. ويا اخوتي ان اخوانكم بسوريا الجهاد ينادونكم، فلينفروا ليل وغما لكم، رضيتم بهذا الخلا والقعود.